بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الوصف الحمى، قصيدة شعرية للشاعر المشهور المتنبي. فهنا يقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. أراقب وقتها من غير شوق، مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها والصدق شر، إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ فكيف وصلت أنت من الزحام؟ هذه قصيدة للشاعر الرائع أبو الطيب المتنبي، هذا الشاعر الذي برع في كل شيء بغض النظر عن أخلاقياته أو إلى آخره. ولكن هنا ما يحضرنا أنه شاعر عملاق، شاعر متميز، وصف الحمى بهذه الكلمات الرائعة. فيقول، وقبل أن نذهب إلى الشرح، تعالوا نعرف أو نتعرف على بعض الكلمات الجديدة أو على المفرد أو بعض المفردات الجديدة، وسنجدها في المعجم المساعد. يقول الرجل أو المعاني: بذلت أي قدمت، عافتها كرهتها، السقام أي المرض، سجام أي منسكبة، بنت الدهر أي الحمى، المطارف والحشايا نوعان من الفرش التي يجلس عليها المخطط والمحشو منها، نفسي النفس أي الريح تدخل وتخرج من أنف الحي وفمه عند التنفس، مدامعها أي مجاري الدمع، الكرب أي الأحزان والغموم، كل بنت أي كل شدة ومصيبة والعياذ بالله. يقول في البيت الأول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. أي أنها أو إنها الحمى الشديدة جاءت تزورني في الليل، وكأنها فتاة خجولة لا تأتي إلا في الظلمة خوفا من عيون الرقباء. وهنا تصوير جميل، يصور الشاعر الحمى بإنسان، يصورها بامرأة، يصورها كأنها فتاة خجولة. ويقول: بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أي لقد قدمت لها كل شيء من ثياب فاخرة وفرش ناعمة، ولكنها رفضت كل شيء وسكنت داخل جسدي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام. وهنا نلاحظ علاقة التضاد بين يضيق وتوسعه، بينهما تضاد، والتضاد دائما يا أولادي يؤكد المعنى ويوضحه. فمعنى هذا البيت أي: لا يكاد جسدي يتسع لها،
ولكنها تصر على دخوله ونشر الأوجاع والآلام فيه، كأن الصبح يطرها فتجري مدامعها بأربعة سجام. أي وصف عرق الحمى، العرق حينما يصاب الإنسان بالحمى فيتعرق عرقا غزيرا، وصف عرق الحمى الذي يتصبب من الإنسان المحموم وأنها تفارقه عند الصبح، فكأن الصبح يطردها وكأنها تكره فراقه فتبكي. يعني نصور الحمى بإنسان ولكن إنسان غير مرغوب فيه، فلما الصبح يطردها تبكي، صور الحمى كأنها إنسان تبكي، وصور الصبح أيضا أنه إنسان يقوم بطردها. في البيت الخامس: أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. أي الإنسان أو يقول الشاعر عن نفسه: أنا أترقب وقتها ولكن أترقب مجيئها ليس حبا وليس عشقا لها ولكن كراهية لها، من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، لأن المريض يجزع لورود الحمى فهو يراقب وقتها خوفا لا شوقا. ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. الحمى هنا صور الحمى أيضا كأنها إنسان، وتعد الإنسان المحموم أو تعد المريض بأنها ستأتي إليه كل ليلة وتصدق في وعدها. يريد الشاعر يقول أنها صادقة الوعد في الورود، وذلك الصدق شر من الكذب لأنه صدق يضر. هذا الصدق بالرغم من أنه صدق ولكنه شر من الكذب لأنه صدق يضر ولا ينفع، كمن أوعد ثم صدق في وعيده. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. هنا أسلوب نداء يناديها، أبنت الدهر أسلوب نداء، نوع الأسلوب هنا أسلوب نداء. وهنا أيضا يتخيل الشاعر أن الحمى كأنها إنسان وكأنها شخص ينادي: أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. أسلوب استفهام، برضه التعجب، كيف جئتني أنت، كيف أتيت إلي. يقول لها: أيتها المصيبة التي رماني بها الزمان، كيف تمكنت من الوصول إلي من بين الكثير من المصائب والآلام التي أصابتني. هنا الشاعر يصف الحمى بصفات هو لا يريدها، هو يجزع منها، هو لا يتقبلها، وذلك لأنه يعاني منها، ذلك لأنه يقاسي من الآلام ومن الأوجاع. وخاصة أن الشعر كان في العصور القديمة، ففي العصور القديمة ما كانت هناك أدوية وما كانت هناك أشياء، يعني الأطباء وإلى آخره، فكانت الحمى شيء يموت به الناس. أحيانا الحمى كانت شيء يموت به الناس. نتعرف على الشاعر. الشاعر أبو الطيب المتنبي شاعر عصري، بل شاعر العرب جميعا على مر العصور، هو أحمد بن الحسين بن الحسن. قضى حياته متنقلا من أمير إلى آخر، يمدح هذا ويهجو ذاك، لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، اشتهر بشعر الحكمة والمدح والهجاء. ونكون بذلك يا أولادي قد وصلنا إلى نهاية درسنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.